بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9241 في مؤسسة أحد إسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم التواب الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، أيها المتحابون بجلال الله، أيها المؤمنون بالله ولقائه وبالرسول صلى الله عليه وسلم ورسالاته، عاد المسلمون من غزاة تبوك، فعادوا من سفر بعيد، عادوا من جهاد لاغب ومسافة طويلة وشقة بعيدة وأرض مترامية ومسافات شاسعة وحرارة لافحة. عادوا من غزاة تبوك وكانت في السنة التاسعة، فكانت آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبقتها غزوات كثيرة وحروب مريرة وجهاد طويل. عاد المسلمون من وعثاء السفر وطول البعد وشقة المسافة، عادوا بعد غزوة العسرة التي قطعوا فيها الفيافي والقفار تحت حر الشمس اللافح ولهيب الرمال المستعر والعطش الشديد وقلة ذات اليد وقلة الظهر والزاد. بعد هذا الجهد كله والنصب كله والسفر الطويل على بعده، عادوا فتلقاهم الله جل جلاله بالترحاب والبشرى، وأنزل في سفرهم آيات تتلى تحيي صبرهم ذلك كله ومشوارهم الطويل وسفرهم البعيد ونصبهم اللاغب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه بهم رؤوف رحيم. إنه مقام التوبة، وإن هذا لمن أعظم ما يبين قدر التوبة وفضلها عند الله عز وجل. إنها غاية كمال المؤمن، وقد أعطاهم المولى جل جلاله هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وتركوا ديارهم لله عز وجل. فكان غاية أمرهم أن تاب الله عليهم، فكانت نعم الغاية ونعم المكان ونعمة المنزلة.
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف المولى جل جلاله وعرف عظيم حقه على خلقه وما يجب عليهم من عبوديته، وأن الذي يقوم به العباد بالنسبة إلى الحق الواجب عليهم كالقطرة إلى البحر. فإذا منح المولى جل جلاله عباده التوبة عليهم بعد جهد وجهاد وصبر وبلاء فقد جاد سبحانه وأنعم وأفضل وتكرم، فسبحانه من رب لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بفضله ورحمته، ليس إلا ذاك أو الهلاك. سبحانه من رب لا ينال عباده ما ينالون إلا برحمته جل جلاله، حتى إن أفضل خلقه وأشرف خلقه وأبرهم وأكرمهم وأتقاهم وأخشاهم يقول وهو الصادق المصدوق: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذا كانت منحة الله لرسوله وصحبه بعد كل هذه الغزوات واللأواء وبعد هذه الشدة والبلاء، كانت منحته لهم أن يتوب عليهم، وكانت نعم المنحة. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم أعظم عمل يعمل وأضخم إنجاز ينجز بعد أن بلغ رسالات الله وفتح مكة بلد الله، فدخل الناس في دين الله أفواجا ودانت له الجزيرة، يأمره ربه قائلا: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنها التوبة والاستغفار بعد كل هذا العمل الصالح المبرور وبعد هذا الجهاد الطويل والصبر على العمل المرير، يختم هذا كله بالتوبة والاستغفار والبشرى بتوبة الله جل جلاله إنه كان توابا. أيها الأخ المبارك، إننا نتذكر ذلك وقد ودعنا ذاك الشهر العظيم شهر رمضان الذي كان دورة إيمانية مكثفة تقلبنا فيه بين صيام وقيام وذكر وصدقة واعتكاف وقراءة قرآن، ولقد أحدثت هذه العبادات في النفوس أثرها، فتبعضعت النفوس وخضعت لبارئها وأشرقت بنور ربها، وأحدث لها ذلك جلوة وصحوة ونصاعة وإشراق. وإن أعظم ما يحدثه ذلك من أثر توبة صادقة، توبة صادقة مخلصة لله عز وجل، يعيد الإنسان فيها تنظيم نفسه ويرسل نظرات ناقدة في جوانبها ليتعرف عيوبها ويعرف آفاتها ويرسم لها الخطط القصيرة المدى والبعيدة المدى، ليتخلص بعد من الهنات التي تزري بنفسها تزري بها أمام بارئها. أيها الأخ الكريم، ألا ترى أن النفس تستحق بعد كل مرحلة تقطعها من الحياة، تستحق
أن نعيد النظر فيما أصابها من غنم أو غرم، وأن نرجع إليها توازنها واعتدالها. ألا تستحق نفسك أن تتعهد شؤونها بين الحين والحين لترى ما عراها من اضطراب فتزيله، وما لحقها من إثم فتنفيه؟ ألا ترى أيها الموفق أنه بدون هذه المراجعة يغفل القلب وينفرط الأمر؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان عاقبة غفلة القلب انفراط الأمر واتباع الهوى وتخبط الشيطان. ألا فإن رمضان هو خير فرصة لهذه المراجعة. وإن أثره في النفس من أعظم ما يهيئها لتنفيذ قرارات محاسبة الأنفس. فهل نجعل من رمضان بداية ميلاد جديد وحياة جديدة ورحلة جادة في الطريق إلى الله عز وجل، في الطريق إلى الله والدار الآخرة؟ إن خير أثر يحدثه رمضان فينا أن نجعله فرصة لتنفيذ التوبة النصوح، تلك التوبة التي تنقلنا من مرارة المعصية إلى لذة الطاعة، تنقلنا من وحشة الغفلة إلى أنس الذكر، تنقلنا من وحدة الخطيئة إلى عزة الإيمان. إن التوبة الرمضانية التي أعلناها لربنا جل وعلا، أعلناها بأكف ضارعة وعيون دامعة وأصوات متلجلجة، ينبغي أن تكون بداية تعديل مسار الحياة واستصلاح بقايا العمر. أيها الأخ الكريم المبارك، تذكر، ذكرك الله الشهادة عند الموت، تذكر أن التوبة ليست زورة خاطفة يعود بعدها الإنسان إلى ما ألف من فوضى وإسفاف. تذكر أن التوبة ليست محاولة فاشلة ينقصها صدق العزم وقوة التحمل وطول الجلد، كلا كلا، ولكنها العودة الظافرة التي ينتصر بها الإنسان على أسباب الضعف والخمول ويسحق بها جراثيم الوضاعة سحقا. إنها التوبة التي يقول الله عنها: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فانظر إلى أثر هذه التوبة: إني لغفار لمن تاب. فماذا أحدثت له توبته؟ آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. انظر إلى روعة التعبير القرآني يوم يوحي بقوله ثم اهتدى إلى حياة تجددت بعد بلا، ونقلة حاسمة غيرت معالم النفس. ثم اهتدى، فولد بهذه التوبة ولادة جديدة، وأقبل على هداية جديدة وعمر جديد. ولد فتغيرت معالم النفس
كما تتغير الأرض الموات بالمطر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أيها الأخ في الله، أيها المؤمن بربه، أيها المصدق برسوله، إن كل إنسان ساء فعله واضطربت حاله، وما أنا وأنت إلا كذلك، عليه أن يسارع بالتوبة وانتهاز اليوم، وإن انتهاز اليوم أفضل من انتظار الغد، بل إذا كنا في الصباح فلا ننتظر المساء. لا تعلق توبتك على أمنية يلدها الغيب، فإن هذا الإرجاء لا يعود بخير. أيها الأخ المبارك، أحذرك وأحذر نفسي من هذه القصص الركيكة التي يرددها قوم يتقفرون الوعظ، فيوحون بقصصهم تلك إلى أن التوبة لا تحدث إلا بعد فاحشة ترتكب أو هلكة يوشك الإنسان على التلف فيها. كلا كلا، دمر هذا الإيحاء في نفسك، ولتذكر أن التوبة وظيفة العمر، وأن أفضل توبة نرزقها تلك التوبة التي تأتي عقيب طاعة، تأتي عقيب قربة، تأتي عقيب إشراق نفس وصفاء قلب وأنس بالله جل وعلا. ولذا ختم الصحابة جهادهم بتوبة الله عليهم، وختم النبي بلاغه لرسالة الله باستغفار الله إنه كان توابا، وقص الله علينا قصص الأولياء فذكر حالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ثم وبالأسحار هم يستغفرون، صفوا أقدامهم في الليل في صلاة، فلما قرب الفجر جلسوا يستغفرون الله كأنما أقلعوا من ذنب الساعة. وأمرنا بعد كل صلاة أن نستغفر الله ثلاثا، وأمرنا إذا أفضنا من عرفات وقد تقلبنا بين عرصات المشاعر ومواقف التوبة والإنابة والعبودية، أمرنا إذا أفضنا من عرفات أن نذكر الله ونستغفره. إن التوبة تأتي بعد الطاعة، وعندما تشرق النفس بالطاعة وتتلذذ بالعبودية فإن عليها أن تسارع إلى التوبة. إن التوبة وظيفة العمر، وإن تأخيرها عن فرصتها ربما تكون عقوبته الخذلان في بقية العمر وتفويت فرصة التوبة على الإنسان. ربما يسوف الإنسان في التوبة فيعاقب على هذا التسويف بتفويت الفرصة عليه فلا يتوب أخرى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن فإن العزم والحزم أن نجعل رمضان بداية حياة جديدة، بداية تعديل المسار في الحياة،
لا نعلق التوبة على أمنية يلدها الغيب، لا نرجئ التوبة فهو إرجاء لا يأتي بخير، ولكن عرفنا لذة الطاعة ولججنا في الصلوات بإعلان التوبة وعقدنا مع الله العهد وأبرمنا الوعد، فحذار حذار أن يطلع المولى جل جلاله فيرانا وقد نكثنا العهد وأخلفنا الوعد. أيها المبارك، أيها المؤمن بربه، أيها المصدق لرسوله، تذكر وقد أعلنت لله توبتك أن يوم تبنى تبنى إلى رب تواب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لنتذكر معاشر التائبين أن تبنى إلى رب تواب يرضى لعباده أن يتوبوا عليه، ويعرض عليهم هذه التوبة فينادينا نحن المذنبين الخاطئين المسرفين قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لقد تبنى إلى رب تواب يرضى أن نتوب، بل يفرح أن نتوب، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته في أرض دوية مهلكة وعليها طعامه وشرابه، فأيس من الحياة وأيقن بالممات وفقدت كل حيلة فعاليتها وكل سبب قيمته وفعاليته، ولم يبق إلا انتظار الموت فأخفى إخفاءه ثم أفاق إفاقه فإذا راحلته واقفة على رأسه، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. فهل نستوحش بعد هذا الترحاب؟ وهل نذبر بعد هذا الإقبال؟ كلا، إنا قد استغفرنا، فاستغفرنا ربا غفارا نادى جل وعلا وهو الغني عن عباده فقال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. ونادى وهو الغني عن عباده: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إننا يوم نسترحم ربا رحمانا رحيما كتب في كتاب عنده أن رحمتي غلبت غضبي، نسترحم ربا رحيما قسم التوبة قسم الرحمة 100 جزء أنزل منها على خلقه جزءا واحدا يتراحم به الخلق كلهم، وأبقى 99 جزءا يرحم بها عبادا. إنا يوم نسترحم فإنا نأوي إلى رب رحيم هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها،
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا في السبي امرأة تطوف بين السبي قد زاغ بصرها وانتفش شعرها وهي في حالة ذهول تبحث عن فلذة كبدها، تبحث عن ولدها، وكان هذا التطواف منها بمرء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما هو إلا أن وجدت ولدها ذاك فالتزمته وألفقته بصدرها وألقمته ثديها تطعمه غذاء وحنانا ووذادا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاطفة الأمومة المتمثلة في هذا المشهد فسأل أصحابه: أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، ألا فإنا نأوي إلى رحاب رحمة هذا الرب الرحيم. فهل ننجز هذه التوبة فلا نسوفها، ونلتزمها فلا نخلفها، ونجعل من روحانية رمضان بداية تغيير المسار إلى الأفضل وتقويم السير في الطريق إلى الله عز وجل؟ ذلك ما ندعو مولانا جل جلاله أن يعيننا عليه، فإن طاعته لا تنال إلا بتوفيقه وعونه. اللهم وفقنا للتوبة وتقبلها منا وأعنا عليها، إنك أنت التواب الرحيم. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون بالله جل وعلا، لقد عشنا ذلك الشهر المعطر والمنور الساعات، وكانت لرمضان معنا شؤون وشجون. كان رمضان يحمل للمسلمين أنباء الجهاد وبشائر النصر. حمل رمضان إلى المسلمين أنباء انتصار بدر وأنباء الفتح المبين لمكة وأنباء النصر في حطين وبشائر النصر في شقحب. كان رمضان شهرا عقد فيه لواء الجهاد وتوالت فيه بشائر الانتصار. أما رمضان معنا فقد كان لنا معه شأن آخر. حمل لنا رمضان نبع الوفود التي كانت تتنقل من بلد إلى بلد في مؤتمر السلام، ذلك المؤتمر الذي تفنن اليهود فيه في إذلال المسلمين وأصاب المسلمين فيه اللهاث وهم يركضون وراء
إخوان القردة والخنازير تحت مظلة النصارى، ثم يعلنون بعد كل كأس مترعة من الذل يشربونه أنهم لم ييأسوا من السلام بعد. حمل لنا رمضان أنباء التشريد والتطريد الذي لحق بالمسلمين في بورما، فخرجوا فرارا من ديارهم إلى أرض هي من أشد البلاد فقرا وأكثرها عوزا، ولكن ألجأهم إليها خطر الإبادة. حمل إلينا رمضان خبر المسلمين في العراق، خبرهم وهم يرصفون تحت وطأة قهر الطاغية ويعانون وطأة مقاطعة اقتصادية ظالمة جائرة، هم وحدهم الذين يتحملون ضرها وجور ظلمها. حمل لنا رمضان نبأ المسلمين في يوغسلافيا وهم يقتلون الآن في بداية مشروع إبادة صليبي. حمل إلينا رمضان نبأ المسلمين في الجزائر وهم يحشرون في معسكرات في الصحراء تحت درجة حرارة 50 درجة في الظل في الظل. حمل إلينا رمضان أنباء المقتلة في السومان أما الجراحات الغائرة في جسد الأمة فقد نسيت أو كادت في فلسطين وأفغان في السودان والحبشة وبلاد من أرض الله كثير. أما سجون الطغاة ومن يرصف في أغلالها من الدعاة فذاك خبر يفت الكبد كمدا. إنا يوم نستعرض هذه الأنباء الموجعة والأخبار المفجعة لا نذكرها إمعان في جلد الذات ولا تفننا في إعادة الدراما المأساوية لحالنا، ولكن المراد التحسيس بالألم حتى لا يتآلف المسلم مع هذا الوضع الرديء ويظل يتألم ويحاول الاستشفاء ويشعر بضرورة التغيير ويتلمس قوانينه ونواميسه وسننه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إنها سنن التغيير ونواميس التمكين لا يحصل الاستخلاف إلا من خلالها، ولا يتحقق التمكين إلا بها، ولن تتغير هذه الحال حتى نغير ما بأنفسنا. وأول ما نبدأ به الدعاء: اللهم إن بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من عدوان الكافرين وتسلط الظالمين وجرأة العلمانيين والمنافقين ما لا يحيط به إلا علمك،
ولا يكشفه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك. اللهم فاجعل للمسلمين مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح حالهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم وأصلح ولاتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم وذراريهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في بورما، نسألك أن تحسن منقلبهم وترحم ضعفهم وتحسن مأواهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، فقراء فأغنهم، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في أفغان، نسألك أن تجمع كلمتهم على الحق، وأن توحد قيادتهم، وأن تجمع أمرهم على أحب قادتهم إليك وأقربهم إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في العراق أن تخلصهم من طغيان الطاغية، وأن تخلصهم من المقاطعة الاقتصادية الظالمة، وأن تولي أمرهم خيرهم، وأن لا تجعل للرافضة إلى قيادتهم سبيلا. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في يوغسلافيا، نسألك أن تحيط بمكر الصليبيين، وأن تجمع كلمة المسلمين في يوغسلافيا على الحق، وأن تنصرهم على أعدائهم، وأن تدبر لهم من أمرك رشدا، وأن تحيق بكيد الظالمين والصليبيين. اللهم اجعل تدبير الصليبيين تدميرهم، وأحلق الدوائر عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في الصومال، نسألك أن ترفع عنهم كل محنة، وتدفع عنهم كل فتنة، وتجمع أمرهم على الحق، وتولي أمرهم خيرة عبادك منهم. اللهم إنا نسألك لأهلنا في الجزائر، نسألك أن تفرج همهم، وأن تنفس كربهم، وأن تخرجهم من المعتقلات والسجون، وأن تجعل خلفهم فيها من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم مكن لهم في الأرض، ومكنهم من تحكيم شرعك وتحكيم كتابك والحكم بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بتطهير المسجد الأقصى وتطهير فلسطين من رجس يهود. اللهم عليك بيهود، اللهم اشدد عليهم وطأتك، وأنزل عليهم نقمتك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم عليك بعملائهم، اللهم عليك بالخونة معهم، اللهم وعليك بالدولة التي ملأت خزائنهم بالدولارات، وملأت مخازنهم بالأسلحة والعتاد، وكانت معهم في كل مشهد، وقعدت معهم في كل مرصد. اللهم عليك بها، اللهم اجعل ولاياتها دولا،
والبس أهلها شيعا، اللهم أنزل عليها بأسك الذي لا يرد، اللهم مزق أمرها وشتت شملها، اللهم إنها بغت على المسلمين وكادت لهم، اللهم فعليك بها، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم إن قوتها لا تعجزك، اللهم إن جمعها لا يعجزك، اللهم إنا ندرأ بك في نحرها ونستعيذ بك في شرها ونعوذ بك ممن ناصرها أو انتصر لها أو شايعها أو دافع عنها. اللهم أنت ربنا، إليك ملاذنا وإليك فرارنا، وبك قوتنا وعليك اعتمادنا. اللهم فأقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.